بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعلة نجاح. يتجدد اللقاء بكم دائما في شعلة نجاح وحلقة جديدة وضيف جديد. طبعا في البداية حابب أقول لحضراتكم أن احنا فتحنا البرنامج في الفترة ديت علشان المرشحين لمجلس النواب بنساعدهم في الوصول لأهل الدائرة نظرا لاتساع الدائرة على المرشحين. طبعا بنساعد المرشحين في الفترة ديت ان احنا نوصل صوتهم ورؤيتهم الانتخابية في المرحلة القادمة لأهل الدائرة. يسعدني وشرفني النهاردة ان يكون معايا ضيفي وضيف حضراتكم في هذه الليلة، المهندس وسام إبراهيم سعد، رقم 17 رمز التلفزيون، والمرشح عن الدائرة الثالثة كفر الشيخ التي تضم مركز بيلا والحمول والبرلس. أهلا بيك يا باشمهندس، أهلا بحضرتك. أهلا منورنا بحضرتك أستاذ ومشرفنا مجدي، النهاردة، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا سعيد جدا إن أنا موجود مع حضرتك النهاردة في البرنامج، وسعيد جدا إن أنا موجود في قناة الصحة والجمال من القنوات العظيمة اللي بتقدم فكر جديد، فكر شباب، وبنحاول من خلالها ان احنا نوصل صوتنا ان شاء الله. واحنا سعداء بيك وشرفتنا النهارده ونورتنا. مشاهدينا، عشان نتعرف على ضيفنا اكتر هنطلع لتقرير نتعرف على ضيفنا وضيف حضراتكم في هذه الليله. فاصل وراجعين لحضراتكم مره تانيه. ورجعنا لكم تاني كل مشاهدينا، وضيفنا وضيف حضراتكم في هذه الليله المهندس وسام ابراهيم سعد، رقم 17 رمز التلفزيون، والمرشح عن الدائره الثالثه كفر الشيخ التي تضم مركزي بيلا والحمول والبرلس. اهلا بيك مره ثانيه يا باشمهندس، ومنورنا وسعداء بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ. حضرتك رمز التلفزيون، رمز التلفزيون، منور التلفزيون، الله يكرمك، موجود في كل بيت التلفزيون. حبيبي الله يكرمك، احنا سعداء بيك ومشرفنا ومنورنا، وبنتمنى لك التوفيق دايما، وخاصه انت شاب من الشباب الناجح والشباب المكافح والناجح في حياته علميا وعمليا. باشمهندس، دايما يعني ليا سؤال انا بطرحه دايما على ضيوفي. قبل سؤال حضرتك اتفضل. انا بوجه تحيه للجيش المصري بانتصارات اكتوبر المجيده، للشعب المصري حكومه وقياده سياسيه من هذه القناه. انتصارات اكتوبر، انتصارات اكتوبر، يا رب اديم انتصاراتنا يا رب دايما، ومصر دايما تكون في خير ورفعه وتالق باذن الله. باشمهندس، في سؤال بحب اساله دايما لضيوفي وخاصه المرشحين لمجلس النواب. النهارده يعني اهل الدائره عايزين يعرفوا انت حضرتك ليه رشحت نفسك. اولا انا اتشرف ان انا اكون من الدائره الثالثه، دائره بيلا والحمول والبرلس. الدائره لها تاريخ، لها قامات سياسيه موجوده في البلد، لها رموز سياسيه كبيره جدا اكيد الكل يعرفها. أنا رشحت نفسي في الدايرة ديت، وليا الشرف إن أنا أرشح نفسي عن الدايرة ديت علشان أكون واحد من العناصر الأساسية اللي موجودة في المحافظة، أكون صوت للشباب. طبعا إحنا بنمر في الفترة الجاية بنشاط اقتصادي، بحاول من خلال إن أنا شاب طموح من الشباب اللي يأمل إن هو يكون له صوت في البرلمان، نساهم بجزء بسيط جدا في اقتصاد الدولة وبناء الدولة سياسيا واقتصاديا. يعني حضرتك عندك أفكار جديدة من أفكار الشباب اللي أنت حابب تدخل تدعم بيها الدولة، كأفكار جديدة بتحاول تنهض بيها لمستقبل مصر، صح كلامي برضو زي ما أنت بتقول؟ صح، احنا كلنا داعمين للدولة. طب وبالنسبة للدائرة؟ بالنسبة للدائرة أنا هكون يعني صوت كل واحد في الدايرة، صوت الشباب. تمام. هحاول بقدر الإمكان نحل بعض المشاكل اللي موجودة في الدايرة. طبعا احنا موجودين في أرياف، وعارفين ان احنا كلنا بنعاني بالبنية التحتية اللي موجودة في البلد، بنعاني من حاجات كتير قوي. فاحنا هنحاول من خلال ان احنا نكون يدا بيد مع الحكومة ومع الناس اللي موجودة عندنا في الدايرة ان احنا نحاول نحل المشاكل دي.
طيب احنا هناخد السي في، لان طبعا يلا طيب ماشي، السي في بتاعنا معروض معانا على الهواء، وطبعا برضو يعني مشاهدينا او اهل الدائره بيتعرفوا على حضرتك من خلال السي في اللي هو معروض معانا على الهواء. باشمهندس، انا عاوز اسالك سؤال يعني، بس هو يكون في نوع من الصراحه والشفافيه إن شويه. شاء الله. لو حضرتك نزل قرار ان مفيش حصانة، هل حضرتك هتظل على موقفك ولا هتتراجع؟ بس بدون مجاملة يعني. بدون مجاملة، ايوه أنا مش نازل عشان موضوع الحصانة. أنا ماليش مصلحة خاصة، ماليش أي مصلحة خاصة إن أنا داخل أنميها. أنا داخل علشان أحاول إن أنا أكون صوت لكل شاب وكل أهل دايرتي، أحاول أحل المشاكل. تمام. أنا عايش في وسطهم، تمام موجود معاهم. تمام طب انت ايه رأيك؟ احنا مثلا انا اعتقد ان في اتنين، في حوالي 27 مرشح حاليا، 29، 29 موجودين في الدائرة الثالثة. تمام. طب لو الحصانة مش موجودة هيكون نفس الرقم؟ أكيد بس هيقل، بصراحة بصراحة أكيد هيقل، اكيد أكيد. في مطامع كتير للحصانة. في ناس كتير بتحاول إن هي تكون موجودة، يعني حضرتك وكلنا عارفين إن هم داخلين لمصالح خاصة. طب باشمهندس، انا بس طبعا النائب اللي داخل البرلمان ده يعني بيقع على عاتقه يعني، بص، ملفات كتيره جدا شائكه في البلد، محتاجه للعلاج، محتاجه للدعم. انا هطرح على حضرتك بعض الملفات وعاوز اعرف حضرتك الحقيبه بتاعتك، الحقيبه البرلمانيه اللي انت داخل بيها من خلال برنامجك الانتخابي، ايه الحلول اللي عند حضرتك بالنسبة لهذه الملفات؟ الأول أنا عايز أسألك سؤال، أنت شايف مصر إزاي في ظل الظروف الراهنة والتوتر الموجود في المنطقة؟ مصر في الفترة الحالية يعني بالنسبة للجيش من أقوى جيوش المنطقة العربية، قادر إن هو يحمي حدوده. طبعا احنا عارفين إن احنا حوالينا مخاطر كتير جدا، فجيش مصر في الفترة الحالية من أقوى الجيوش اللي قادر يحمي بلده خارجيا وداخليا. تمام. طبعا احنا في حاجات كتير قوي المفروض ان احنا هنتكلم فيها، بس مش اختصاصنا، بس احنا بنعرض رؤيتنا فيها بالنسبة للأمن القومي المصري وحدودنا مع ليبيا ومع السودان وخصوص سد النهضة. في حاجات كتير قوي المفروض ان احنا هنتكلم فيها. طبعا انت عندك فكر لهذه الملفات، واكيد يعني انت بعد وحاليا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى هتعرض انت الافكار دي طبعا إن شاء الله بإذن الله. على القياده السياسيه، صح؟ طبعا طبعا. باشمهندس، انا عندي ملفات شائكه. اول ملف هتكلم فيه، وده ما يخصك انت، انا عارف ان انت مهندس في الكهرباء، صح؟ تمام. ومكهرب لنا الدنيا دلوقتي واحنا قاعدين، تمام؟ تمام. الكهرباء في معاناه شديده جدا من ارتفاع اسعار الكهرباء في الفتره الحاليه. هنشيد احنا وهنقول ان انتظمت الكهرباء وبقى في تحسن مش ملحوظ، لا تحسن كويس، لكن الناس مستاء جدا من ارتفاع اسعار الكهرباء والشرايح وخاصه عداد الكارت. فعاوز اعرف رؤيتك ايه بس بدون خجل، لو عشان حضرتك موظف او مهندس لا في لا لا، الكهرباء في خجل مفيش احنا أي ممكن خجل. نلغي الموضوع ده لا لا، مفيش أي خجل. بامانه لا يعني. لا لا لا، طب اتفضل. إحنا طبعا بالنسبة للكهرباء في طفرة كبيرة قوي في الكهرباء، في خطة طموحة اتنفذ منها جزء كبير جدا، تمام إحلال وتجديد شبكات، محولات، أعمدة، كابلات، كل حاجة، كل حاجة من دي تمام. احنا بنشيد بده بس فعلا. إحنا دلوقتي موضوع شرايح الكهرباء، تمام موضوع شرايح الكهرباء فعلا عبء كبير جدا على الناس. أسعار الكهرباء طبعا بعد رفع الدعم شوية، ف لا مش شوية شوية. هو طبعا خطة الدولة، تمام احنا رفع الدعم ده خطة الدولة، تمام بس احنا بنتكلم على موضوع شرايح الكهرباء. طب انت احنا هنحاول ان احنا بقدر الإمكان هنحاول. إن شاء الله طيب مع ماشي الدولة اتفضل. ان احنا نحاول ان موضوع شرايح الكهرباء ده المفروض يتلغى. طب يا باشمهندس، المفروض ان انا دلوقتي لما بعلى في الشريحه المفروض المفروض اخفض السعر مش اعليه، صح؟ يعني انا بستهلك كتير، خفض عليا عشان تديني فرصه ان انا استهلك اكسبك، مش ان انا اعلي انت تعلي عليا، صح ولا غلط؟ المفروض. بس احنا بإذن الله هنوصل صوت الناس للشركة القابضة
ونحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتكلم في نقطة شرايح الكهرباء. طب أنا معايا اتصال جاي لك من السعودية، تحت أمرك. يعني ناخد اتصال السعودية الأول، ولأن إحنا مش فاتحين تليفونات دلوقتي، لكن تحت اتفضل أمرك. اتفضل اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. أستاذ حمادة، كل عام وحضرتك بخير. وأنت بألف خير يا حبيبي، أهلا بيك. كلمنا من التليفون، بلاش التلفزيون، كلمنا من التليفون بلاش التلفزيون معك بدل. أخوك علاء مبارك، بكلمك من مكة المكرمة من السعودية. دعواتك وانت في مكة كده، يعني البشمهندس أسامة جاي من لك ربنا بالتوفيق يوفقه. إن شاء الله، وبرحب بحضرتك الإعلامي الكبير الأستاذ حمادة بلتاجي، ربنا يسعدك يا حبيبي، ربنا يسعدك. وبضيفك المحترم المهندس وسام إبراهيم سعد، أشكرك. مرشح الشباب، وكلنا بنأيده وبنبايعه إن شاء الله. يا حبيبي ربنا يسعدك، ودعوتك للبشمهندس وسام، واحنا شاكرين اتصالك، وان حضرتك جيت لنا من السعوديه واتصلت بينا، فاحنا شاكرين طبعا افضال حضرتك ودعوتك للبشمهندس، ان ربنا يوفقه ان شاء الله. بشمهندس، نطلع من ملف الكهرباء ونتكلم في ملف الصحه. حضرتك عارف ان دلوقتي ملف الصحه شائك جدا، وفي حاجات كتيرة خاصة في ظل ظروف كورونا واللي أتينا فيه من ظروف كورونا، وطبعا غرف العناية المركزة ونقص في حاجات كتيرة. إيه اللي في حقيبة البشمهندس وسام بالنسبة للنهوض بالصحة في المرحلة القادمة؟ ملف الصحة ده لو فضلنا نتكلم فيه حلقات مش هنخلصه. تمام. طبعا قبل ما ندور على المرض لازم ندور على سبب المرض. تمام. انا هتكلم عن دايرتي. تفضل. طبعا دايرتي فيها اسباب كتير للمرض، منها مياه الشرب. بعض الاماكن عندنا في الدايرة بتعاني من مياه الشرب. مشكلة المياه بتنزل من الحنفية غير صالحة لاستخدام الأدمغة. تمام. تاني حاجة، موضوع الصرف الصحي. طبعا موضوع الصرف الصحي ده بيخلي نسبة المية في الشوارع فترة الشتاء بالذات فظيعة، وده من أسباب انتشار الأمراض. موضوع الري، احنا عندنا محافظة كفر الشيخ بيمر، وبالذات في الدايرة بتاعتنا، 3 مراكز مصرف كوتشنر. مصرف كوتشنر ده بتروي منه معظم الأراضي اللي موجودة على المصرف ده. طبعا بعد إذن حضرتك، اتفضل يا فندم، اتفضل. هو أنا بتكلم فيه، هو ده من أسباب انتشار الأمراض. فإحنا قبل ما ندور على تطوير المستشفيات ندور على سبب المرض إيه. تمام. هو مصرف كوتشينر ده قنبلة موقوتة طبعا بالفعل، بيجي من الغربية بيمر عندنا في الـ3 مراكز بتوعنا. أكبر نسبة التهاب كبدي وبائي موجودة في موجودة العالم هي في محافظة محافظتين كفر كفر الشيخ. الشيخ والغربية بسبب كوتشينر. تمام. طب أنت في خطتك إيه بالنسبة للمصرف ده؟ لازم خطة التحلية تتنفذ. تحلية أو ولا تغطية؟ لا، هو كان نازل له خطة تحلية، تمام محطات التحلية بتاعته تمام لازم تتنفذ، وهم بدأوا بالفعل ينفذوا جزء منها. تمام هي خطة دولة وهنمشي على خطة الدولة، وبإذن الله هتنشأ محطات التحلية ويتظبط الموضوع ده إن هو يكون صالح لري الأراضي الزراعية. يعني حضرتك في ملف حضرتك بالنسبة للصحة تحلية مصرف كوتشينر. ليكون صالح للري تمام الأراضي الزراعية اللي تمام إحنا بناكل وبنشرب منها، والوقاية من الأمراض، والوقاية من الأمراض. صح كده؟ تمام. يعني ده اللي واصلني. تمام. وفي طبعا لازم يكون فيه رقابة على المبيدات الزراعية. المبيدات الزراعية معظمها دلوقتي بتيجي بتعمل مشكلة في المنتجات الزراعية بتاعتنا. للأسف الشديد، وأنا يعني بناشد من خلال البرنامج ووجود حضرتك معايا، إن فعلا مفيش رقابة على على المبيدات المبيدات الزراعية. الزراعية، لا حد عارف هي جاية منين ولا مصدرها إيه ولا إيه اللي هي بتتسبب فيه
وخاصة الهرمونات اللي عادت الناس دلوقتي بتاكلها، الخيارة اللي كذا وبقدرة قدر بعد ساعة تمام. تلاقيها كذا، كبرت تمام. بسم الله ما شاء الله يعني. كبرت فاحنا فعلا في الملف ده بالنسبة لنا، ملف الصحة، ملف فعلا تمام. محتاج لحاجات كتيرة ومحتاج طبعا بعد ما ندور على سبب المرض هنبدأ، طبعا احنا عندنا بعض الاحتياجات للمستشفيات. احنا عندنا يعني اتكلمنا كتير قوي في المستشفيات اللي موجودة في الثلاث مراكز. مستشفى بيلة بقى لها فترة كبيرة جدا تحت الإنشاء، ولحد دلوقتي ما فيش خطوة جادة اتعملت فيها. احنا بنسمع بس ما فيش خطوات جادة. مستشفى بلطيم، احنا نشدنا السيد اللواء جمال نور الدين قبل كده بسرعه الانتهاء من مستشفى بيها للمركزي، لان المستشفى ده بيخدم عدد كبير جدا طبعا طبعا من القرى طبعا في مركز بيها. طبعا. تمام. مستشفى بلطيم، مستشفى بلطيم، مستشفى بلطيم في الفترة اللي احنا موجودين فيها فترة كورونا من شهر 3، وهي مستشفى حجر صحي. تمام. مستشفى البرج، برج البرولوس، دلوقتي هي اللي بتستقبل الحالات المرضية اللي موجودة في مركز بلطيم والبرولوس. طبعا هي غير مؤهلة ان هي تستقبل معظم الحالات. وخاصة الطريق الدولي اللي بيمر من بلطيم طبعا والبرولوس، طبعا الطريق ده عليه مشاكل كتير. تمام. فهي اصلا غير مؤهلة ان هي تستقبل معظم الحالات، لازم يكون فيها عناية. مستشفى الحمول برضه لازم النظرة لمستشفى الحمول. مستشفى الحمول بتخدم مركز كبير جدا بكرات، لازم التطوير. تمام. باشمهندس انا عاوز يعني انتقل بحضرتك لملف هام، ومش احنا عاوز لسه ما اقول لك خلصناش الصحة. ما هو عشان بس ايه وقت البرنامج لا، نلحق احنا نتكلم. عندنا برضه وحدات صحية، لازم الوحدات الصحية دي ننظر لها، ولازم علشان الارتقاء بالحاجات دي كلها لازم نرتقي بالطبيب. تمام تمام. تمام يعني تقصد نرفع اجر رواتب الاطباء الأطباء عشان ما يلجأوش للعيادات الخارجية. يا باشا. الاطباء دلوقتي معلش يمكن يزعلوا مني، ما بيروحش المستشفى ما الحكومي. أنا بقول لحضرتك لازم نرتقي بيهم علشان نوصل معاهم إن هم يأدوا الخدمة على أكمل وجه للمريض اللي بيروح المستشفى. لازم نوصل إن الدكتور ده من أهم الشخصيات الموجودة في المجتمع. تمام. طب يعني كده خلصنا الصحة، يعني مش عايزين يعني مش هنخلص، احنا في كتير في الصحة. احنا عايزين بس ناخد بعض الملفات على أساس وقت البرنامج ساعة مش هيكفينا إن شاء نتكلم الله. باستفاضة في كل حاجة. تمام. لكن أنا عندي ملف تاني وهو البطالة والشباب. أنت عارف بقى الشباب بالنسبة لنا دلوقتي، وخاصة حضرتك شاب من الشباب، الشباب بيعاني معاناة كبيرة من عدم يعني وجود فرص عمل بالنسبة لهم، كمان بيعاني معاناة صعبة. مش عايز اقول لك معظم الشباب قاعد على الكافيهات وبدون شغل، والبعض منهم بيسافر الدول الخارجية او الدول الأوروبية او العربية، بتنتفع بالمجهود ده كله. احنا ليه مش أولى بالشباب ده؟ تمام. انا مع حضرتك بس عاوز اخد بس خطتك بقى. انا كنت مع حضرتك بس انا كنت اتمنى ان حضرتك تتكلم في التعليم الاول علشان نوصل للشباب. طب هناخد فاحنا هنبدأ بالشباب زي ما حضرتك بدأت معايا. تمام. بالنسبة للشباب لازم نرتقي بفكر الشاب نفسه، لازم ان احنا نأهل الشاب ان هو يواكب سوق العمل الحالي. تمام. الارتقاء بمراكز الشباب، لازم مركز الشباب ده يكون فيه دورات تدريبية للشباب ان هي تأهله لسوق العمل الداخلي والخارجي بما يواكب التكنولوجيا الحالية اللي احنا فيها. تمام. فاحنا بنأمل ان احنا نكون صوت الشباب، ومن خلال تواجدنا مع في وسط الشباب عارفين معظم المشاكل اللي بتواجه الشباب ايه. تمام. بس في جزء صغير، انا عندي شباب فعلا مؤهل ومعاه دورات ومعاه حاجات كتيره وعنده طاقه وعنده نشاط، لكن مش لاقي فرص عمل. فرص العمل انا بس بطالب حضرتك باذن الله بعد توفيق ربنا لحضرتك ان شاء الله ان احنا يعني نعمل بعض المشاريع للشباب ديت، الدوله تعمل لهم مشاريع نستفاد بالطاقه ديت، بدل ما الدول العربيه هي اللي بتستفاد بيها. تمام. يعني خطتك برضو للشباب اكيد فيها حاجات كتيره. طبعا. فيها حاجات كتيرة جدا. تمام. أنا بتمنى إن يكون في دعم من الدولة بإنشاء مشاريع تساعد الشباب على العمل. تمام. في أراضي دولة كتير جدا إحنا ممكن نستغلها في إنشاء أي مشروع استثماري يوظف فيه الشباب، ونساعد من خلاله إن الشاب
يكون له تواجد طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنواجهها. يعني في حاجات كتير احنا بنواجهها في وسط الشباب دلوقتي، ان الشاب اصلا عنده يأس، لازم يكون عنده امل. طيب انا معايا تليفون، مين يا فندم معانا على التليفون؟ استاذة امل، اتفضلي يا استاذة امل. ايوه يا فندم. اتفضلي يا استاذة امل. في البدايه يا استاذ حماده، احب ارحب بحضرتك وبحييك على اختيارك الكريم للباشمهندس مسام، ونتمنى له التوفيق وكل النجاح يا رب ربنا لدعمه ربنا يسعدك. للشباب. من يمثل مصر شباب بصراحه يعني. احنا شاكرين افضلك يا استاذه امل، وانت من بيلا طبعا. فأحيي حضرتك تاني يا أستاذ حمادة. شكرا يا استاذه امل، شكرا جزيلا ومتشكرين جدا يا استاذه امل. بعد نكمل إذن حضرتك، اتفضل. يعني من في بعض الشباب النابغ علميا لازم الدولة تدعمه ولازم تقف جنبه للوصول للهدف اللي احنا بنأمله. باشمهندس، احنا عندنا مخترعين، بص، من احسن وارقى واعظم مخترعين في العالم، واحنا مش قادرين نستفاد بالطاقه بتاعتهم. انا واحد من الناس بصفتي كاعلامي بيتصل بيا شباب كتير عنده اختراعات مش عايز اقول لك تنهض بالبلد دي وتخليها من ارقى واعظم بلاد العالم، بس مفيش تبني للناس ديت. احنا محتاجين على الاقل يكون في، أنا هقول لحضرتك حاجة اتفضل. بالنسبة لموضوع التبني. الدولة بتسعى جاهدا اللي هي إن هي ترتقي بفكر النابغين، طبعا بتطلعهم دراسة خارجية. الدراسة الخارجية ديت بتوصل لدرجة الماجستير ويرجع، احنا بنطالب إن هي توصل لدرجة الدكتوراه عشان لما يرجع بلده نعرف نستفاد بيه ونستفاد بقدراته. فياريت ياريت بعد مرحلة الماجستير يكمل دكتوراه، وبعد الدكتوراه يرجع بلده يفيد بلده. احنا عندنا في مركز بيلا شاب طموح درس الفيزياء، سافر اليابان، لقب بفرعون الفيزياء. طبعا احنا بنأمل ونتوسم فيه الخير ان هو يكون عالم فيزيائي. معانا مين على التليفون يا فندم؟ معانا مين؟ أستاذة حبيبة، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. بنحيي حضرتك أستاذ حمادة الأستاذي. ربنا يسعدك يا فندم، ربنا يخليك. بنحيي أستاذ وسام، مهندس وسام سعد، مرحب باسم مجلس الشباب. واحنا كمان بنحييك، بس يا ريت تكلمينا من التليفون وتوطي التلفزيون شوية بعد إذنك. كلنا بندعم المهندس وسام. طيب شكرا يا استاذه حبيبه، شكرا جزيلا. اتفضل يا باشمهندس. فياريت ياريت يكون له الدعم من الدوله ومن الناس اللي موجوده ان احنا نوصل بيه لدرجه نتمناها ان هي تكون موجوده في البلد. دي حاله من الحالات اللي موجوده. انا اتصل بيها شباب كتير مخترعين من الميه بيخرجوا غاز، خدت بالك، يوفروا على الدوله كتير. ومنين؟ ومش من، لا، من ميه الصرف. تمام، يعني انا اعرف شباب كتير وفي اختراعات كتيره، فاحنا محتاجين بجد ان احنا نتبنى الشباب ده باشمهندس، وده اللي احنا بنطلبه ان شاء الله بنطلبه من الله. حضرتك الفتره لو قدر لنا ان احنا نكون في المكان ده هنكون داعمين لجميع الشباب ان شاء الله ان بإذن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ننتقل لملف تاني، وده ملف مهم جدا، ويمكن احنا يعني او خاصة أبناء كفر الشيخ والغربية أو الدلتا بصفة خاصة، ملف الفلاح والزراعة. أنا شايف إن الفلاح في الفترة دي معلش مهدور حقه، مظلوم، ضايع. فأنا عايز أعرف إيه اللي في حقيبة الباشمهندس وسام الفترة اللي جاية دي بالنسبة لملف الفلاح؟ طبعًا إيه اللي في المخطط بتاعك؟ طبعًا إحنا كلنا فلاحين وأهالينا فلاحين. لازم الدولة تبص للفلاحين شوية. موضوع المحاصيل الزراعية هما بيصرفوا عليها كتير جدا، وفي الآخر
السعر غير مطابق للواقع، ان هو يعني ايه ما جابش تكلفة انتاج المحصول. تمام. لازم ان شاء الله باذن الله احنا بنناشد ان يكون سعر المنتج او سعر الزراعة محدد او سعر المحصول محدد قبل زراعة المحصول. تمام. احنا عندنا برضو مشكلة في موضوع القطن. مشكلة القطن موجودة بصفة عامة في المحافظة كلها. لا في مصر، هنقول في مصر في عامة. مصر كلها، احنا تمام. بنتكلم عن محافظتنا فبنقول محافظة كفر الشيخ. تمام. احنا القطن اللي عندنا قطن طويل التيلة، تمام. ومكن الحلج مكن قصير التيلة، فبنضطر ان احنا نصدر القطن بتاعنا ونجيب قطن تاني علشان نشتغل بيه عندنا. فاحنا يا ريت وبالذات نغير. للسوق التركي، والسوق التركي دلوقتي العلاقة بيننا وبين تركيا ما شاء الله يعني. نحاول ان احنا نغير البذرة، نغير المكن، المهم ان احنا نساعد الفلاح ان احنا المحصول بتاعه يتوفر. طب والمبيدات يا اسعار باشمهندس؟ الاسمدة، اها اسعار الاسمدة المفروض ان الجمعيات الزراعية يكون فيها اسعار الاسمدة مدعمة، مدعمة للفلاح، ما تكونش اقل من بره ب 10 جنيه. لازم ان هي تكون مدعمة للفلاح. تمام. المبيدات طبعا احنا قلنا ان المبيدات لازم يكون عليها رقابة وان هي تكون متوفرة في الجمعيات الزراعية. تمام. انا عاوز بس اطالب حضرتك بجزئية صغيرة يعني بإذن الله بعد ما ربنا يوفقك. انا حضرتك تلزم، يكون في إلزام للجمعية الزراعية انها هي تدي المحصول، تدي البذرة وتدي الأسمدة وتدي الأدوية وتاخد من الفلاح. يعني انا الموضوع ده كان زمان، كان الاول بتدي له كل حاجه وتشتري منه المحصول. الفلاح كان بيعرف ان هو يعني في نهايه العام طالع له كذا، او في نهايه المحصول ده طالع له كذا، وان هو على الاقل عامل حساباته ان هو بعد الزرعه ديت هيطلع له طالع له كذا، طالع له مبلغ معين. عارف دلوقتي هو ضايع. دلوقتي يعني مثلا الرز النهارده بكام يا باشمهندس؟ الرز النهارده بكام؟ تكلفته كام؟ كام؟ يعني النهارده انا شايف ان الرز مثلا 2900 3000، صارف كام؟ بيقل عن كده دلوقتي، صارف على الفلاح كام؟ اكتر من كده بكتير، طب ليه؟ من ري ومبيدات واسمده بيقل كتير. طب ليه احنا ليه الدوله ما تحاولش تنهض بالموضوع ده؟ هو ولا هو في الفتره اللي فاتت موضوع التصدير وقف. تمام. بسبب برضو ازمه كورونا. طبعا احنا لازم نكون واقعيين شويه ان الازمه دي اثرت على الاقتصاد الداخلي. هي اثرت على العالم كله بامانه، هي اثرت على العالم كله. هي اثرت على الاقتصاد. تمام. فاحنا في الفتره اللي فاتت التصدير وقف، فلازم سعر المنتج هيقل. طيب يعني خطتك؟ ان شاء الله باذن الله هنحاول ان احنا نوفر للفلاح الاسمده والمبيدات في الجمعيات الزراعيه بالاضافه الى البذره. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا باذن الله هنحاول ان احنا نوصل صوته ان يكون في سعر للمحصول قبل الزراعه، عشان الفلاح يعرف يزرع المحصول ده ولا ما يزرعوش. انا عاوز اطالب حضرتك بجزئيتين كمان للفلاح. تمام. الجزئيه الاولى، احنا ليه ما نصرفش معاش للفلاح مثلا بعد سن الستين؟ مثلا نصرف له معاش يناسبه يقدر يعيش. المشكله في معاش الفلاح ان هو كان بيصرفه في سن 65 وتوقف بسبب ان هو مؤمن عليه او له حيازه. طب هو الفلاح يعني لما يجي يصرف المعاش في سن 65 هيستفاد منه ايه يا فندم؟ الفلاح ده هو دلوقتي علشان يصرف اصلا المعاش لازم يرفع قضيه في القضاء الاداري علشان يعرف يصرف المعاش ده. الفلاح هو العمود الفقري يا فندم، هو اللي قايم عليه الزراعه والصناعه والتجاره. هو الفلاح ده العمود الفقري اللي احنا اللي المفروض نسعى جاهدين ان احنا ندعمه. احنا هنطالب باذن الله ان موضوع التامينات للفلاح غير مرتبطه بالحيازه الزراعيه او التامين. طيب الشيء الثاني اللي انا يعني عاوزك تحطه في حقيبه حضرتك، وهو التامين الصحي للفلاح. فلاح ما فيش عليه اي تامين صحي نهائي، تعب ما تعبش ملوش. ليه ما يبقاش له حقوق زي الموظف؟ زي الموظف لما بيبقى له تامين صحي لما بيتعب بيروح مستشفيات التامين الصحي وبيتعالج على حساب الدوله. ليه الفلاح ما يكونش كده؟
ايه ليه؟ بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هتضم الفلاح للتأمين الصحي الشامل إن شاء الله. افدتني في الموضوع ان هو التأمين الصحي الشامل. الشامل تمام. ممكن نتنقل لجزئية تانية وهي البنية التحتية ومتطلبات أهل الدايرة من متطلبات فئوية، وبركز، ومتطلبات عام. النهاردة النائب لما بينجح الباب ما بيبطلش تخبيط، انا عاوز اوظف ابني، انا عاوز انقل بنتي في التمريض، انا عاوز، كلها متطلبات فئويه. تمام. بنيه تحتيه، عندنا طرق متهالكه، عندنا ما شابه ذلك. خطه المهندس وسام ابراهيم سعد في البنيه التحتيه ايه؟ طبعا حضرتك ذكرت ان في مطالب فئويه ومطالب عامه، وما ذكرناش ايه هي اختصاصات مجلس الشعب. اتفضل حضرتك طبعا اذكر انت لا حضرتك احنا مش هنذكر عرف اختصاصات المشاهدين، مجلس الشعب. هو عرف اختصاصات المشاهدين مجلس الشعب اختصاصات تشريعيه، سن قوانين، مشاركه في ميزانيه الدوله، محاسبه المقصر. طبعا احنا مش هنتكلم في الحاجات ديت، احنا هنتكلم في البنيه التحتيه. جميع مراكز الجمهوريه بتعاني من مشاكل في البنيه التحتيه أو من سوء تخطيط في البنية التحتية. طبعا احنا عندنا مشاكل الدايرة كلها بتتلخص في الطرق، في الصحة، وفي التعليم. صرف صحي يا فندم. الصرف الصحي ده من أهم المشاكل اللي موجودة في الدايرة، تمام، واللي بيعاني منها كتير قوي من الكرة الموجودة، تمام، كرة كبيرة وكرة صغيرة. لازم منظومة الصرف الصحي عايزين محطات، ما يعملوا محطات صرف صحي. بيعملوا المحطات بس المشكلة في سوء التخطيط. سوء التخطيط بتاع البيارات وبتاع المواسير الأرضية والحاجات دي. يبدأ المقاول يشتغل ويلاقي حتة عالية وحتة واطية والدنيا مش مظبطة معاه، يسيب الشغل ويمشي. طب ده من سوء التخطيط. ده خطأ مين يا فندم؟ تخطيط. احنا لو جينا نتكلم على التخطيط ده، احنا عندنا سوء تخطيط في كل حاجه، في كل حاجه. تمام. احنا بنرصف الشارع النهارده، تمام، ونشيله بكره، وبكره تلاقي الميه فحر عشان نعمل ميه، غطي شويه، بعد كده تلاقي التليفونات جايه تشتغل. احنا ليه ما عندناش تخطيط؟ لازم نبدا باصلاح المحليات. محليات. طب اتفضل معانا تليفون. اتفضل. مين يا فندم؟ استاذ علاء. استاذ علاء اتفضل. يا استاذ علاء مساء الخير يا فندم. مساء السعادة عليك. مساء الهنا. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ ازي حالك؟ ربنا يسعدك بخير والله. مساء الخير. تحياتي ليك وكل أسرة البرنامج الجميلة، وتحية للنجم بتاعنا الأستاذ وسام نائب المنتظر إن شاء الله. أشكرك يا أستاذ علاء. بس انا عايزك تفك كده يا استاذ اسامه، انا عايزك تفك كده. اشكرك. فك كده. ها فك. ها ان شاء الله. فك كده واضحك كده. ها ما تشيلش هم الحاجه. ها لا لا لا، طول ما موجود الشباب احنا مش شايلين هم الحاجه. اتصلوا لسادتكم. برنامجكم الجميل ده يعني بنتواصل معاه هو، وبدانا ننتشر من الصحه والجمال. البرنامج الجميل ده اللي بيوصل صوت الناس وصوت الحق للدنيا كلها. حبيبي ربنا يسعدك. ربنا يبقى عليك عبء كبير جدا. حبيبي استاذ علاء، احنا عندنا المحافظه متهالكه، محافظه كفر الشيخ متهالكه من الخدمات. تمام. مفيش خدمات في الثلاث دواير اللي عندنا. مفيش طرق صرف صحي بيتعمل ويبوظ. قضية الصحة اللي أنت بتتكلم فيها دي وعايزة وقت كتير تتكلم فيه، أنا معاك، عايزة وقت. وزارة الصحة لازم تعمل إدارة أزمة، في حاجة اسمها إدارة أزمة إحنا عندنا محافظة متهمشة. هو خدمات نهائي. هو التلفزيون عامل تردد معاك بس يا أستاذ علاء، ممكن توطي التلفزيون؟ انا هبعد لك شويه عن التلفزيون. انا كنت واقف عشان اشوفك يا استاذ علاء. الدايره عايزه حد يمثلها مش يمثل عليها. طبعا احنا بنحييك يا استاذ وسام، وبنقول انت عليك عبء كبير جدا. الله يكرمك.
امانه في رقبتكم للي ينجح، للي ينجح بس. طبعا طبعا. شاكرين افضالك استاذ علاء، وشكرا جزيلا لحضرتك، ومتشكرين على الافاده الجميله اللي حضرتك افدتنا بيها، وان احنا نعمل اداره ازمات فعلا عندك حق فيها، لان طبعا شفنا في الامطار اللي فاتت والسيول اللي فاتت والدنيا غرقت، ومفيش فعلا مفيش بنيه تحتيه. لا احنا عندنا مشاكل كتيره جدا، مفيش تخطيط، عندنا مشاكل كتير جدا في الدايره، مش في مركز بيلا بس، ده في بيلا والحمول والبرولوس وبلطيم، في كل مكان عندنا مشاكل كتير جدا. تمام، هنكمل البنيه التحتيه يا باشمهندس. تمام، ونقول يعني خطتك ايه في البنيه التحتيه في الجزء اللي فاضل بالنسبه لمتطلبات اهل الدايره. احنا بصراحه عانينا الفتره اللي فاتت، مش الفتره، منذ فترات وفترات ودورات ودورات، النائب بياخد اصواتنا ويغير ارقام تليفوناته. احنا عايزين النائب يمثلنا، ما يمثلش علينا. انا لسه بقول لحضرتك يا فندم، النائب بياخد اصوات الناس. تمام، استاذ محمد حسن اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد، باشمهندس محمد حسن. يا باشمهندس. وعليكم يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وانتم طيبين. وسعادتك طيب يا فندم. منورين الدنيا كلها والله. انت اللي نورتنا والله. البرنامج جميل، شعله نجاح فعلا، هو شعله نجاح. ربنا يسعدك يا باشمهندس. الثقافه الجميله يا فندم والله. ربنا يسعدك. منورنا يا سياده النائب. الله يكرمك يا باشمهندس. حبيبي ربنا يوسع عليك ويرضيك يا رب. دايما في زياده ونجاح ومتالق كده يا رب. الله يكرمك يا باشمهندس. بدعمكم ان شاء الله. والله العظيم منورنا في كل مكان، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. حبيبي ربنا يعزك. شاكرين افضالك يا باشمهندس، ومتشكرين على المداخله الجميله دي، وشرفتنا ونورتنا يا فندم. اتفضل يا باشمهندس كمل. طبعا البنيه التحتيه لازم تخطيط سليم تشتغل عليه علشان توصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. طب بقول لك ايه، تيجي نطلع الاول كده نشوف راي الشارع في الباشمهندس وسام ايه؟ تمام، اتفضل. مش هدينا فاصل نشوف راي الشارع في الباشمهندس وسام، ونرجع لحضراتكم مره تانية. تعليمي طبعا، لان طبعا يعني احنا عايزين نتخطى الفترات والازمنه السابقه بتاع الناس اللي طبعا كان ما عندهمش رؤيه ولا عندهم افق واسع، ولا انسان الناس متعلمه ولا مثقفه ان هي تصدر قوانين وتشريعات. فطبعا الباشمهندس وسام من الناس المحترمه المتعلمه، شاب ذكي، شاب عنده طموح، شاب عنده رؤيه، شاب ان شاء الله يعني بنتوسم فيه الخير ان شاء الله، وربنا يولي من يصلح. وطبعا يا ريت يكون كل اعضاء مجلس النواب ناس متعلمه وناس تقدر تشرع وتصدر قوانين او تساعد في اصدار قوانين محترمه وقوانين تفيد المجتمع. يعني احنا عايزين نتخلص من موضوع المصالح الشخصيه، وتبقى مصالح كلها عامه لمصلحه البلد ونهض بالامه. يعني بحضرتك البهندس وسام راجل محترم، ونفسنا وابننا ونفسنا يكون يمثلنا يعني ان شاء الله في مجلس الشعب باذن الله. المهندس وسام ابراهيم من الناس الخلوقه، الناس المحترمه، لا نزكم على الله يعني. فهو بالنسبه للباشمهندس وسام هيبقى نافع للشباب ونافع للناس كلها. وسام راجل محترم ويشرف، وراجل خدوم للشباب كله، ومن الشباب الخيرين يعني استاذ وسام، وربنا يوفقه ويوفق الجميع. والله المهندس وسام ابراهيم راجل محترم واخونا كلنا، وراجل خدوم وطول عمره واقف جنبنا في فرح، في عزا، في اي واجب معانا دايما، وراجل اخ يعني قبل ما نكون، وراجل جار وابن عم، وراجل من الناس المحترمه يعني اللي تشرف اي حد في اي مكان، واحنا واقفين معاه وفي ظهره ومساندينه، بحيث ان هو يعني ان شاء الله يكون مرشح الشباب، وهو املنا ان شاء الله في. ورجعنا لكم تاني كل مشاهدينا، وطبعا اكتفينا بجزء صغير من تقرير الشارع عشان وقت الحلقه والبرنامج. ومعانا اتصال مين يا فندم؟ باشمهندس وليد، اتفضل يا باشمهندس وليد. باشمهندس وليد، الو. طيب نرجع تاني الباشمهندس عبد العاطي، اتفضل يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء السعاده عليك، منورنا. الله يكرمك. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم، ازيك يا باشمهندس؟ منور يا هندسه. الله يكرمك يا باشمهندس.
الحقيقة مهندس وسام من الشخصيات الجميلة البسيطة ونموذج مشرف من الشباب اللي بيمتاز بالاتزان، وعايز اقول ان احنا محتاجين الفترة دي في الدايرة عضو شعب حقيقي وعلى قدر عالي من الثقافة والنشاط وتحمل المسؤولية. احنا محتاجين عضو بيجتهد جنبا الى جنب مع الحكومة لتحقيق الصالح العام للبلد والمواطن. دور النائب يا استاذ حماده، اتفضل. نائب الشعب له مردود نفسي واجتماعي مهم الفتره دي علشان نقدر نتغلب على اعداء مصر العظيمه بالخارج والداخل. تمام. انا بتمنى ذلك من اي عضو، ربنا يكتب له مقعد البرلمان وانه يعمل للصالح العام وينسى المصالح الخاصه. باشمهندس والله احنا سعداء بيك وسعداء بالمكالمة الجميلة ديت وإشادة جميلة، نشكرك باشمهندس. أنا للأسف وقت الحلقة انتهى، فهدي لك كلمة أخيرة في عجالة سريعة عشان أنهي الحلقة. حابب تقول إيه بسرعة؟ ده في حاجات كتيرة المفروض إن احنا نتكلم فيها. معلش عشان وقتنا انتهى، حابب تشكر أهل دايرتك، حابب تقول لهم إيه؟ أنا طبعا في حاجات كتير ما اتكلمتش فيها، وقت الحلقة انتهى بسرعة جدا. تمام. ده طبعا مش مني انا، ده من القناه. معلش مني انا. طبعا ففي حاجات كان المفروض ان احنا متفقين مع اهل دايرتنا ان احنا هنعرض مشاكلهم وهنتكلم فيها مع في القناه عشان تكون منبر ليهم. تمام. احنا عندنا في كفر الشيخ بصدد انشاء كفر الشيخ الجديده على ارض ملك الدوله على الطريق غرب برج البرولوس، وده لحل أزمة التكدس السكاني اللي موجود في برج البرولوس وبلطيم. احنا كنا هنتكلم عن الصيادين في برج البرولوس، كنا هنتكلم عن طيب حاجات يعني كتيرة. ما فيش مشكلة، أهل دايرتك أكيد عارفين وسمعوا منك دلوقتي. طبعا أنا مع حضرتك، وهم سعداء بيك وإحنا كمان سعداء بيك علشان وقت برنامج حضرتك. أنا بدعو أهل دايرتي للتصويت واختيار الأصلح للبلد بالنسبة لهم، يختاروا اللي هيوصل صوتهم، يختاروا اللي هيسعى في المصلحة العامة بعيد عن المصالح الشخصية، وما يخافوش. ما فيش حاجة اسمها تزوير، طول ما في إشراف قضائي الدولة ما بتساندش حد. حبيبي باشمهندس، انت كنت ضيف خفيف على قلبي النهاردة وشرفتني وكنت سعيد بيك، وبصراحة انت انجزت واجزت في خلال الوقت المتاح لنا. مشاهدينا، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني الا ان اشكر ضيفي وضيف حضراتكم المهندس وسام ابراهيم سعد رقم 17 رمز التلفزيون المرشح عن دائرة الثالثة كفر الشيخ مركز الحمول وبيلة والبرولوس. في نهاية هذا اللقاء بشكر مخرجنا الجميل، بشكر فريق الإعداد، وبشكركم شكرا جزيلا. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. حمادة بلتاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.